ونحن نتمشى في المدينة القديمة، مرينا عدة على الفندق هاي بريزيدنت هوتيل. قبل البدء بهذه الحلقة أتمنى دعمي يا أخواني باللايك والاشتراك بالقناة، وأيضا متابعتي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا جميع المعلومات مثل ما قلت لكم قبل، جميع المعلومات اللي تحتاجها لرحلة كلا البوسنة موجودة بالوصف تحت، وأخليكم مع المدينة القديمة في العاصمة سراييفو. شو اسمها الشارع؟ المارينا، هذا المارينا مالهم. شوفوا الايس كريم يا ناس، شكله صراحة مغري. شكله عندهم هني سوق صغير داخل في بعض المحلات، وهذا المنطقة القديمة. نتخشش في هالمناطق هذه، نعرفكم على بعض يعني مثل ما قلت لكم، هذا الفيديو بيكون استكشاف المدينة وبعض الممرات والسكيك فيها. اوكي ثانك يو. ما شاء الله صحنين حد قدامه. هذا خبز، كباب، بصل. وانا كنت امشي في الاولد تاون دخلت المسجد، هذا مسجد يسمونه مسجد الامبراطور، ما شاء الله عليه، في زخارف اسلاميه قديمه جدا من ايام الحرب. هذا المنبر، هذا هو المسجد، تقدر تصلي وانت تتمشى في الاولد تاون، تمر تقدر تمر هني وتصلي، تعين من الله خير. شوف القبه، طالعين من الساحة، هاي ساحة المسجد. ونحن نتمشى في المدينة القديمة، مرينا عدة على الفندق هاي بريزيدنت هوتيل 4 ستار، وقفنا أنا وخليفة هني وحجزنا عندهم، عطونا ديسكاونت، يعني اليوم الواحد 500 درهم، خذنا من عندهم 5 ليالي. وأنا أنصح فيه لأنه بالقرب من المسجد اللي تشوفونه خلفي حاليا، وبالقرب ايضا من الاولد تاون اللي خلفي حاليا، يعني قريب. يستاهل صراحه، يستاهل، يستاهل صراحه. وما يحتاج مشي لاي مكان، عدالك الكوفيات والمقاهي وكل شيء قريب عدالك. وانا شيكت على booking.com ما لقيت حجز هناك، حطيت لكم البطاقه. وين البطاقه خليفه؟ خليني اعطيهم، خليني اصبر لحظه شوي، خلوني اعطيكم. مشينا والله من المدينة القديمة وخذنا فندق من هناك، جذنا فندق هناك. ان شاء الله باكر بعرفكم عليه اكثر. وحين مشينا من هناك للمنطقة هذه، هني مولين، التا شوبينج سنتر، ورايا بعد سراييفو سيتي سنتر. وقاعد الحين نتمشى هني،
قاعدين نشوف المولات هذه على المغرب، ولكن ميزة هني شيء مو بزين انه يسكرون الساعة 10. هذا المول وهذاك سراييفو سيتي سنتر. يبعد سراييفو سيتي سنتر عن المنطقة اللي تكتظ فيها العالم تقريبا مال ربع ساعة مشي.